أولا، شيخ الإسلام رحمه الله ليس بمشرع وليس بمعصوم، وإن كان له قدر ومكانة ولا شك في ذلك، لكن ربما من كثرة ما ينقل عنه رحمه الله قد يظن بعض الناس مثل هذا الظن، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله مما يروق له يجب عليه أن ينظر إلى كلامه السابق وإلى كلامه اللاحق في نفس الصفحات أو التي بعدها، وكذلك يجب عليه أن يعود إلى كتبه الأخرى، فإذا أتى شيء مما قد تنكره القلوب من كلامه رحمه الله فواجب عليه أن يعود إلى كتبه الأخرى. وهذا له أمثلة واضحة، من يقرأ في مجموع الفتاوى يجد أنه في بعض الصفحات قد يظن الظان أنه يرى زواج السني من الرافضة والعكس، بينما لو قرأ فيما بعد من مسائل أخرى وجد العكس، فليتفطن المسلم إلى هذه النقطة. ومما يذكر هنا أن بعضهم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى من أنه قال كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم ممن ذهب إلى بلاد الكفار أسلم على يده خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. للأسف أن بعضهم لم يقرأ أول الكلام، ماذا قال رحمه الله عن الجن والشياطين؟ يقول قد يأتي فيقول أنا فلان ويكون من مؤمني الجن. يقول كما جرى لي مثل هذا، كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا، ذهب إلى الترك هذا الجني وقال أنا ابن تيمية، ولم يشك أميرها أني أنا هو، وأخبر بذلك ملك مصر وأنا في الحبس، فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس. قال ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع به، كنت في دمشق أدعو من الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام أطعمتهم ما تيسر، فأراد إكرامي بذلك وفعل مثل ما كنت أعمل. فقيل لي ألا يكون من الجائز أن يكون ملك؟ قلت لا، لأن الملك لا يكذب، وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. وذكر رحمه الله من تدريس الشياطين على بعض الناس فيأتونهم بصورة موتى كأنهم قد رجعوا إلى الدنيا مرة أخرى. قال وهو موضع الشاهد حتى يتضح الموضوع، وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها وينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه. قال مثل الشيخ من الإنس يكون في كذب وفجور ويأتيه كفار فيدعوه من الإسلام فيسلمون، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هذا يتبين أن شيخ الإسلام رحمه الله ما مدح هؤلاء المبتدعة فيما فعلوه، وإنما كما سيأتي من أنهم على خطأ شنيع، لكن أيد الله عز وجل بهم هذا الدين في بعض القضايا المتعلقة بهؤلاء الكفار. قال وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنها وإن كانت في نفسها باطلة فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل. ثم قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة، ثم ذكر ما ذكر سابقا. وما الذي بعد ذلك؟ قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار إلى أن قال وصاروا مسلمين يعني الكفار مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفارا. قال هذه التتمة، لابد أن نقرأ الأول والآخر. قال وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون بهذا الغزو آثما، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، يعني شرا بالنسبة إلى هذا القائد، وأما بالنسبة إلى الكافر فهو خير. قال ومثلها الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبة. فتبين من خلال هذا أن هذا الباطل باطل وهم على شر، لكن يؤيد الله عز وجل بأمثال هؤلاء الدين
وإن كانوا فجارا، ولا يعني ذلك أن كلام شيخ الإسلام من أن الرافضة والجهمية إن كانوا يدعون هؤلاء الكفار إلى بدعة مكفرة أنهم بذلك أخرجوا هؤلاء الكفار من كفرهم، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن هؤلاء ذهبوا ودعوا هؤلاء إلى الإسلام وتبين لهم الإسلام ووقعوا في بعض البدع غير المكفرة، لأن لو كانت مكفرة فما فائدة دعوة هؤلاء المبتدعة لهؤلاء لو كانوا دعوا هؤلاء إلى بدع مكفرة. وكذلك مما نقل عنه رحمه الله في الرد عليه السبكي في مسألة تعليق الطلاق، هذا الكتاب ليس بين يديه حتى أنظر فيه، ولكن مما نقلوه من باب التوضيح، لأنه لا بد أن تربط كلامه بكلامه في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى. قال: جمهور ما ينقلونه يعني الشيعة من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين. أولا ليعلم أنه لا يمكن أن يمدح شيخ الإسلام رحمه الله الرافضة، لا يمكن. لما؟ لأن له كتابا اسمه منهج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لا يمكن، وكتبه ملأ بذلك، وإلا يكون هذا من التناقض، ولا يكون شيخ الإسلام بهذا الفهم الذي فهمه هؤلاء، لا يمكن. ثم ليعلم أن الشيعة وصف تدخل فيها الرافضة الذين يبغضون أكابر الصحابة، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان، أيضا يدخل في التشيع من يزعم الألوهية في علي رضي الله عنه، أيضا يدخل في التشيع من فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، هو وصف عام، وليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يقر أن جمهور ما ينقله هؤلاء الشيعة الذين يبغضون أكابر الصحابة أنه موافق لجمهور المسلمين، هذا فيه التناقض، لأن كتبه الأخرى توضح وتبين هذا، وهذا يفهمه من لديه أقل علم بعلم شيخ الإسلام وبكتبه. ولذلك هم يقولون هنا دل على أن شيخ الإسلام مدح الشيعة، لما؟ لأنه اعتد بخلافهم، لأنه قال: وأهل البدع يعتد بخلافهم على قولين مشهورين، وأكثر الناس يقولون إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين. أولا قال رحمه الله مبينا من أن قوله يقولون بصيغة التمريض وليس ترجيحا منه، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقصد بذلك الرافضة، لأنه لو قصد بذلك الرافضة فهم لا يرون صحة شيء إلا بإمامهم المعصوم، وإمامهم المعصوم مختفي، فكيف يرون أنفسهم أنهم داخلون في هذا الإجماع؟ ثالثا تنزلا أن هؤلاء أتوا ببدع غير مكفرة لم تخرجهم عن الدين، فلا تدخل فيه الرافضة ومن لديه بدعة مكفرة، وإنما على كلامي هنا قال بدعة يعني غير مكفرة، ما زالوا في ملة الإسلام. ولكن مما يتبين من الأدلة الأخرى أن هؤلاء غير داخلين، لقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا ينعدون خيارا. الله عز وجل نهى أن يقبل قول الفاسق، فكيف برأيه؟ فلربما يأتي مبتدع يدعو إلى بدعته ويكون عالما، فيكون خلافه خارقا للإجماع، فيأتي عالم ربما بحديث هو ليس ثقة في تثبته، وكذلك يدعو من خلال هذا الرأي إلى بدعته لو قيل بهذا القول. والإجماع يختلف عن الاجتهاد ويختلف عن قبول رواية، هذه لها شأن آخر، لكن الإجماع لو قيل بهذا القول لترتب عليه أن الإجماع ينخرق برأي مبتدع يدعو إلى بدعته ويغالي فيها. ولذلك قيد بعضهم فقال في تفسير الإجماع: اتفاق العدول من مجتهد هذه الأمة في عصر بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر.